لجنة الطوارئ كما اسمها يقول تجتمع كده فما حالة طارئة. السيد نبيل معلول جاه عرض مدخيل في الصباح، اللجنة اجتمعت في العشية. إذا كان اللجنة ما اجتمعتش وسيد نبيل معلول استقال، السيد نبيل معلول شو يولي مطالب بدفع غرامة مالية، غرامة حرمان للجامعة التونسية لكرة القدم خاطر كسر العقد. احنا شنو الاستعجال في تفادي هذا؟ وين الكرة، كرة القدم التونسية وين مصلحتها في انه نبيل معلول يمشي فيس على التحيل؟ بل انا نمشي معك لاكثر من هك، وقت اللي كنا باش ناخذوا فوزي البنزرتي من الترجي قبل نبيل معلول قلنا لا، ترجي يلعب في كاس ربيع الابطال الافريقيه وكمكتب جامعي راعينا في الظروف اللي يمكن تنجر على خروج فوزي البنزرتي وتركوا المجموعه وقتها، والترجي يلعب باسم الرايه الوطنيه. قلنا لا، ما نحرموش الترجي من المدرب، نصرف النظر على فوزي البنزرتي لانه عنده التزامات هامه مع الترجي. يعني الجامعه اللي هي تونس واللي هي المنتخب التونسي رعات مصلحه النادي التونسي وما مسدش المدرب نتاعو، لكن نحن رئيس الجامعه خرج في حصه رياضيه وقال اللي نبيل معلول حقق 80% من الاهداف نتاعو، كان غلط وقفنا. واذا كان نبيل معلول حقق 80% وعمل كاس عالم ما تعملتش، اول مباراه يربحها بعد 78 ولا يربحوها، ما لا مكسب وطني نبيل معلول ولا انا غلط؟ انت علاش تفرط في المكسب الوطني نتاعك من غير ما تاخذ حقك؟ وعلاش تفرط في المكسب الوطني نتاعك معناتها وتضرب المنتخب؟ اذا كان هو مكسب وطني كان باش ينفع المنتخب، عندنا مباريات تصفيات كاس افريقيا وعندنا كاس افريقيا باش نلعبوه. اذا كان السيد هذا مكسب وطني ومحقق 80% علاش جبت انت مدرب اللي هو تو فوزي البنزرتي ان شاء الله ربي يوفقه، اما ما نعرفوش باش يحقق 80% ولا يمكن يحقق 70، تولي انت نقصت روحك 10 وحدك بطريقه منها اراديه. علاش سلمت في مكسب للرياضه التونسيه؟ علاش سلمت فيه حسب كلامك مكسب مش حسب كلامي انا، حسب كلامك انت مكسب. علاش سلمت في المكسب هذا للدحيل بدون مقابل؟ علاش انت كنت تنجم تدخل بها من داخل الجامعه، كنت نجم تقول المدرب هذا عنده عقد معانا ما نسلمه فيه لما تخلصنا في بقيه الاجور. يا اخي احنا الجامعه نتاعنا مش مستحقه فلوس، الانديه نتاعنا مش مستحقه فلوس، الشبان نتاعنا مش مستحقين فلوس، يعني انت انا هذا هو اللي نحب نعرف. دونك لجنه الطوارئ خدتها القرار هذا وحدها، علاش علاش خديت قرار واحد؟ وعلاش الاستعجال؟ وين استعجال النظر؟ هذو الاسئله اللي لحد الان ما خدقين لهم جواب. وقت اللي احنا سالناهم تجمدنا، وقت اللي سالناهم عوقبنا. علاش؟ لانه طلبنا بتطبيق القانون، يعني اللي يطلب تطبيق القانون يتعاقب، واللي ما يطبقش القانون ينتخبوه ويحضروا له 113 جمعيه ويهزوا الورقه الخضراء، واللي يطلب بتطبيق القانون يدزوه للخروج.